ناخد على الهاتف واحد من نجوم مصر اكيد كابتن نادر السيد، مشرفني ومنورني وبرحب بيك في تايم لايف. اشكرك اشكرك يا يحيى، شكرا جزيلا وان شاء الله بالتوفيق للجميع. يعني انا سامع كنت بتتكلم عن ماتشات، طبعا ماتشات مهمه جدا يعني. اكيد كابتن نادر، انا عايز ابتدي معاك من السنغال وتونس، وشايف تقييمك لمنتخب تونس، تقييمك لارن جريس على مدار البطوله مع منتخب تونس. خلينا نكون واقعيين، يعني احنا مش تقليل من شان المنتخب التونسي، بس منتخب تونس طبعا منتخب كبير وفرقه كبيره وعملت انجازات كثيره جدا. صحيح. انما انا شايف ان وصولها لقبل النهائي فهو مفاجاه من المفاجات البطوله. يعني بالمستوى اللي ظهر بيه المنتخب التونسي في بدايه الماتشات، اعتقد ان ما كانش ابدا حد يتوقع المنتخب التونسي ده، ما يقللش منه، هو اجتهد اللعيبه وقدر الان جريس ان هو يعمل يشتغل بشكل معين، شكل خطط معين مناسب للعيبه ومناسب لامكانيات اللعيبه، وقدر يوصل بيهم ومحقق النتيجه، يعني هو ده المطلوب يعني. انما بتكلم على الاداء بشكل عام، اعتقد ان الاداء ما كانش يقول زي ما احنا كنا بنتكلم عن منتخب مصر، علشان صحيح. عشان الكلام ما يتاخدش، على احنا كلنا كنا بنتكلم عن منتخب مصر ان احنا نقول يا جماعه ربنا يستر كل ماتش، ربنا يستر كل يعني طبعا ربنا يسترها جميعا معانا جميعا، بس انا بتكلم ان ما كانش في بوادر ان المنتخب رايح لبعيد في البطوله يعني. فنفس الموضوع منتخب تونس، يعني عكس منتخب الجزائر، السنغال، المغرب حتى بقى مع خروجها في دور 16، انما في الاخر تونس في الدور قبل النهائي مع السنغال. صحيح. يعني عايز اتكلم برضو كابتن نادر معاك عن تجربه يمكن انت عشتها في 98، يعني ايه الفرق دلوقتي؟ يعني جيلكم برضو كان جيل العظماء، كنتوا مفيش حاجه متوقعه، ولكن كنا بنشوف مستوى، كنا بنشوف روح، ما كنتوش مرشحين لاي حاجه ولكن شفنا العكس. شايف ايه الفرق بين الجيل اللي موجود دلوقتي والجيل اللي انت لعبت فيه يا كابتن نادر؟ بص، خلينا عشان بص يا يحيى ما نتكلمش على الجيل الحالي، برضو هو جيل من الاجيال اللي حققت انجازات وحققت نتائج كويسه. انك انت توصل قبل النهائي في 2017، انك انت توصل كاس العالم، فده فلا يعني مش معنى ان احنا خرجنا من بطوله افريقيا، طبعا خروج صعب جدا علينا كلنا، ان احنا ننسى او ان احنا نمحي اللي الولاد عملوه. يعني وارد جدا يحصل فيه اخفاقات، للاسف الشديد ان الاخفاق حصل على ملعبنا وان البطوله في ملعبنا، فكنا كلنا كانت عامله حاله. يعني خلينا نكون واقعيين، لغايه دور 16 كانت بطوله افريقيا بشكل عام ومنتخب مصر عامل حاله عند كل الشعب المصري. انما خروجك ده اثر معنويا، فيمكن الغضب او الزعل زياده شويه عن ان البطوله ممكن تكون كانت في اي مكان تاني. انما الجيل ده جيل من الاجيال العظيمه جدا، وجيل محترم جدا، وفيه نجوم كتيره جدا. والحقيقه انا مش عاجبني يعني بعض التعليقات اللي بتبقى فيها سخريه واستهزاء. خلينا نكون واقعيين ان في اخطاء حصلت، اخطاء فنيه او اخطاء تنظيميه او اخطاء حتى اعلانيه معايا، انما ده مش معناه ان احنا نجلدهم وان احنا نتريق، او بعض الناس في السوشيال ميديا يتريقوا ويتكلموا بشكل مش حلو. خلينا فخورين بيهم دايما وكل اللعيبه اللي موجودين، ودايما ان احنا يعني عتابنا ليهم عتاب محبه، وعتاب ان احنا كنا مستنيين منهم احسن من كده، ولسه مستنيين منهم احسن من كده معايا. فده جانب اللعيبه، انما في تاثير من نواحي الروح وان استسهال الموضوع، ان احنا البطوله على ملعبنا فاحنا هنوصل زي ما اجيري كان بيتكلم، فده شيء غلط. انما انا شايف ان طبعا في تقصير من اللاعبين، في تقصير كبير جدا من الناحيه الفنيه، من ناحيه الجهاز الفني. صحيح. خلينا نروح لمباراه ثانيه، الجزائر ونيجيريا. يعني الجزائر يمكن الاقوى زي ما بنقول في البطوله، الجزائر بتقدم كوره ممتعه، شايف المباراه دي ازاي ومين فرصه اكبر من الثاني؟ اعتقد ان جمال بالماضي عامل شغل كبير جدا، مش شغل فني او خططي، انما انا شايف جمال بالماضي شغل نفسي، عمل شيء نفسي. برافو عليك. لان دلوقتي الضغوط بقت كبيره جدا على منتخب الجزائر، ان كل الناس يقول لك الجزائر هتاخد البطوله، الجزائر هتاخد البطوله. ده في حد ذاته مش حاجه ايجابيه، ده في حد ذاته في بعض الاوقات ممكن ياثر سلبي على اللعيب. انما انا شايف ان جمال بالماضي قادر لغايه دلوقتي ان هو يظبط الناحيه النفسيه. كلنا كنا في 2017 بنقول الجزائر رايحه عشان تاخد البطوله، وبعد كده خرجت اعتقد من دور 16 او من دور 8، كان وقتها 8 ما كانش 16، من دور 8 كان صحيح. بالظبط. فهي النقطه ان جمال بالماضي، وانا قلت الكلام ده في بدايه البطوله، كان في لقاء ما بيني وبين الاستاذ محمد بن رراوه كان رئيس الاتحاد السابق، وقلت له الجزائر النهارده او البطوله دي مختلفه عن البطولات اللي فاتت. صحيح. فحتى بيكلمني فني وبتاع، قلت له لا، شخصيه الفريق من شخصيه المدرب، وانا جربتها كتير جدا في الاجيال اللي احنا لعبنا فيها. لما يكون مدرب شخصيته قويه وصارم وعنده رؤيه، بيكون الفرقه عندها رؤيه. صحيح. والعكس،
فانا شايف ان الجزائر لا ممكن تروح لبعيد بالاداره النفسيه والفنيه لجمال زنزان. هل الحاله البدنيه النهارده ممكن تاثر شويه على منتخب الجزائر بعد طبعا مباراه كانت صعبه جدا امام كوتيفوار 120 دقيقه وانتهت بركلات ترجيح، شايف ان هي الحاله البدنيه النهارده ممكن تاثر شويه على المنتخب الجزائري؟ ممكن تاثر لانك انت بتلعب في ماتش جامد جدا بعد موسم طويل كل اللعيبه لعبت فيه، خد بالك لان برضو انت بتتكلمش على النهارده يعني صحيح. انا شايف ان كان مثلا محمد صلاح كان متاثر بالموسم الكبير اللي عمله مع ليفربول، ده طبيعي لان احنا بشر يعني. فانما هي بقى يعني ذكاء المدرب ان هو يقدر ان هو ازاي يخرجهم بشكل سريع وان هو ما يكونش عندهم يعني حمل زايد او نكون ارهاق يعني. توقعاتك مين طرفي النهائي يا كابتن نادر؟ التوقع الطبيعي السنغال والجزائر، انما اللي ممكن يكون فيه جزء كبير من جزء من المفاجاه ان تونس ونيجيريا. ناس كتير خايفه من مفاجاه تونس ونيجيريا دي يا كابتن. والله وارد يعني، وارد جدا يعني. نيجيريا بقى لها فتره طويله ما وصلتش للمراحل، السنغال برضو نفس الموضوع يعني رغبات او طموح الفرق كلها واحد، انما هتبقى بقى تعتمد على قوه شخصيه الفرقه وهتعتمد على طبعا الحلول الفرديه اللي موجوده في الفرقه، الاداء الجماعي لكل فريق. انما على التوقعات الطبيعيه ان السنغال والجزائر في الفاينل. يعني يا كابتن لو رجعت معاك تاني لمنتخب مصر، شايف ان احنا الفترة دي محتاجين كابتن محمود الجوهري جديد يقود منتخب مصر في الفترة اللي جاية؟ والله احنا محتاجين معايير قبل ما نتكلم على اسماء، محتاجين معايير. يعني انت دلوقتي، وانا قلت الكلام ده قبل كده، ويمكن لو رجعنا لتصريحات كتيرة جدا قلتها، قلت ان بعد كأس العالم هيكتور كوبر كان لازم يكمل. انا شايف ان اكتر ثلاث مدربين اثروا في الكرة المصرية في العصر في يعني الوقت المعاصر ده اللي هو بداية من الثمانينات او من التسعينات لغاية دلوقتي، هو كابتن جوهري، كابتن حسن شحاتة، كوبر. عمل فرقة كويس، لان خد بالك احنا من 2010 لغاية 2016 17 كان عندنا فراغ فني، وكان عندنا فراغ كمان في اللاعبين. ما كانش حد يعرف مين تشكيل منتخب مصر، كان ممكن يكون فلان ويكون كذا وكذا وكذا. كوبر قدر يعمل فرقة بنسبة 70-80% بقت أسماء المنتخب معروفة، بقت التغييرات حتى معروفة، فده بيدي شيء من الاستقرار. يعني أنت لو جيت تقول فهي النقطة كلها أنك أنت يكون عندك 60-70% زي ما كان بيحصل مع كابتن جوهري الله يرحمه، صحيح، وتضيف عليهم 30%، إنما اللي حصل الحقيقة فيه لخبطة كبيرة جدا. فأنا قصدي على إيه؟ إن أنت تحط معايير إن مدرب يكون عارف قدرات اللعيبة ويقدر يعمل تيم. صحيح، اكيد بنتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا الوطني فيما هو قادم. شرفتني ونورتني طبعا واحد من نجوم مصر كابتن نادر السيد، شرفتني ونورتني طبعا في تايم لايف.